طيب تشوف الأحداث المصطنعة اللي تصطنع توصل للناس أكثر ولا الأحداث المتفق عليها توصل للناس أكثر؟ على حسب تجربتك يعني 38 يوم وش شفت وين طلعت شفت ردة فعل الجمهور؟ تجربتي بسيطة ما تخليني أقيم الأمور دي أنا سام؟ أقول تجربتي بسيطة ما بعد وصلت إني مرحلة إني أقيم. من خلال تجربتك البسيطة؟ من خلال تجربتي أشوف الناس قد هي فاهمة كل شيء، أحس إن الجمهور فاهم، ما عاد يحتاج إنك تسوي نفسك إنك تجهز شيء قبل، لا مصيح خليك على عفويتك، الناس يقولك على عفويتك. الله كلام جميل والله العظيم، خليك على عفويتك. طيب معنا مقطع، خلونا نشوف عفوية القائد محمد بن مناح. سيف يا أخي أنتم غلط، أنتم غلط. لا خلاص مو كله حزن حزن حزن، هم كنا سيناريو مفروض نمشي عليه. بيجي الاستبعاد، استبعاد بيجي في لحظة، مفروض نطلع يتكلم على أتكلم يوم ساعة ساعة ونص تكلم. تكلمت على طبعا الشاشة ما تشتغل عندنا عشان كذا محمد ممكن ما شاف المقطع. المقطع كنت تتفق أنت واحد زملائك على سيناريو تقدمونه في البث، تذكر المقطع؟ أنت شفته؟ أنت ما أذكره، ذكرني فيه وأذكره. ممكن تشغلون الشاشة نشوف المقطع عليها كنترول. هو أنا اللي طالبه، هو أنا يعني اللي أحد من زملائنا طلب منا. من هو؟ كل اسمه واضح، كل شيء في المقطع واضح. لا ما هو واضح اسمه. شخص من المتسابقين طلب منك إنك تعطيه سيناريو. العين والعاون ما عندي مشكلة، ولكن جيت أخاطب الشخص اللي زميلنا سيف قلت بعده ما مفروض السيناريو كان أفضل. ليش ما قلت لأن ألا وهي ليه ما قلت لأن الأحداث المصطنعة الناس فاهمين نفس الكلام اللي قلته؟ انا بالنسبه لي انا اتكلم على حدث علي. انت قائد المفروض انك تبلغ اخوياك انه ما انا ما انا ماني بقائد الا افرض على الرجال رايي. ليه ما فرض يعني ليش ما قلت لهم الراي الربع ترى؟ إيه انا قلت لهم الاخر كلهم برايها راضي وكلهم بعقله راضي. انت شاركتهم وتقول السيناريو هي اكيد اذا طلب مني. نعم هم ما طلب منك في المقطع. ها ما طلب منك في المقطع، انت اللي شاركت. لا طلب مني. كم سيناريو طلب منك انك تدخل فيه؟ كم سيناريو؟ ايه صنعته على الهواء. لا ما هي بواجد، ترى لما نقدم احنا واخواننا ما هو بواجد. عطني رقم 5 أحداث 4. والله ما ادري تقريبا، اذكرها قليلة يعني. سم قليلة ما هي بكثيرة. 4 ترى المقاطع موجودة، انا ودي انك تكون يعني محمد انا معك صريح شجاع وتجاوب. ما كنت قبل شوي صريح؟ لا صريح. كم انت تتكلم على شيء يخصني انا؟ انا انت يعني في النسخة وعارف كم نسخة سكريبت اصطنعت حدث ولم يكن حقيقي. هي واجد. عطني رقم 4. كنت 6-4. 6 أحداث. ممكن 6 أحداث. نجحت ولا فشلت؟ في شيء منها نجح، في شيء ما نجح. في شيء مشى على الجمهور. في شيء مشى على الجمهور. وفي شيء اكتشفه الجمهور. نعم. أنا قلت لك بداية المحور أن الجمهور عارف. متفطن. ما يحتاجك تلعب علي، يحتاجك بعفويتك. يحتاجك باحترامك تقديرك، ما يحتاج انك تسوي لك حاجة، وكل شيء
لأن تتكرر لك شيء قد سواه قبلك ناس متسابقين، ليش تكرر أنت؟ أنا ما اقتنعت والله يا محمد. جاد موضوع محترم. لست ليس الفتى من قال هذا بي، بس ليس إنما الفتى من قال هذا أنا. أروح أكرر الفلان ولا البيت ما له دخل ترى. يلا أكثر الأكاذيب شيوعاً، ركز معي عشان ما أعيد، خليك شغل مخك. أكثر الأكاذيب شيوعاً هي الأكاذيب التي نوجهها إلى أنفسنا، مزبوط؟ فهمت؟